السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيكم مولانا، اخبارك ايه؟ الحمد لله. الله يرضى عليك. تعالى سألت عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك سوار الأعين حمر الوجوه ذلك الأنوف كأنه جواهم المجانة المطرقة. 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 هذا كذا. عفوا. عفوا. وردت أحاديث أيضا أنكم ستفتحون مصر أرضا يذكر فيها القيراط. أخبر النبي بأمور وقعت ودخل الناس في دين الله أفواجا، هل يستمر القتال بعد أن دخلوا في دين الله أفواجا؟ لا طبعا. خلاص انتهى الأمر، ليس هناك معنى لإثارة هذه الأحاديث الآن وتدويلها سياسيا.